النهاردة احنا موجودين في المرج عشان نرصد قصة نجاح وتحدي وإصرار محمد طارق من أصغر المنشدين اللي موجودين في مصر. محمد بيحلم انه يحافظ على تراث الإنشاد المصري. تعالوا مع بعض نشوف قصة محمد طارق. عذرا رسول الله إن قصرت في وصف فإن جمالكم لن يوصف. جاءت قديما. أنا بدأت الإنشاد من المسرح. أول حاجة كنت بحضر الليالي المحمدية في المسرح، كنت بعدها بقرأ قرآن، ساعات بنشد، بعد كده في منشد سمعني وبعد كده دخلني الفريق بتاعه. بدأت دخلت من هنا بقى دخلت طريق الإنشاد. أكتر الناس اللي كانت بتدعمني طبعا نقابة الإنشاد الديني الشيخ محمود تهامي، وطبعا في الأول طبعا الشيخ عبد الفتاح الطالوطي، وطبعا مدير المعهد الأستاذ جودة، والناس اللي قائمين عليه من أكتر الناس اللي كانت بتدعمني، وطبعا الإدارة هنا، الإدارة بتاعتي في الإنشاد، وإن هم بدأوا يشجعوني. الأسرة كانت والدتي من أكتر الناس اللي بتشجعني يعني في الأسرة عندنا. طبعا بقيت الأسرة طبعا بس كانت والدتي بالأخص هي أكتر حاجة. وقد بسطت يدي بالذل مفتقرا إليك يا خير من مدت إليك يا خير من مدت إليه يدو. هو كان في البداية في مجال الإنشاد الديني، مجال قبل ما يدخل مجال الابتهال، فما شاء الله هو محمد دلوقتي في مستوى متطور جدا، تطور من نفسه وبدأ بيعرف في المقامات ما شاء الله، وطبعا دخل اختبار كان اللي بيختبره فضيلة الشيخ محمود ياسين التهامي في الموضوع ده، فهو ما شاء الله شغال على نفسه وبيحفظ حاجات اكتر، وربنا يوفقه يعني يصلح حاله يا رب. محمد طارق الحقيقة يعني اختار لون جميل جدا وهو الانشاد الديني، واللون ده قليل في مصر شوية، لكن محمد انا شايف انه اختار لون يتناسب مع امكانياته الصوتيه، والاجمل من كده انه بدا يصقل هذه الموهبه اللي هي موهبه ربانيه في الاساس، بدا يصقلها بالدراسه، فهو منتسب لبعض المعاهد المتخصصه اللي جعلت طبقات صوته يعرف يستخدمها بشكل افضل واوضح. نفسي ان تراث مصر يرجع تاني، والرساله اللي ربنا اداني موهبه الصوت عشانها نفسي اقدمها باكمل وجه، وطبعا نفسي ان انا ابقى من اكبر المنشدين المشهورين، مش شهرة كحب الشهرة لا والله، فقط شهرة حتى ممكن ان ممكن بصوتي ماشي رسالتي توصل للناس. ذرة من نوركم قد جمل الرحمن منها يوسف.